عينت بوركينا فاسو الليفتنان كولونيل إيزاك زيدا رئيسا للوزراء بعد 4 أيام من إعادته العمل بدستور البلاد تحت وطأة ضغوط من الاتحاد الأفريقي والغرب. وقال زيدا يوم الأربعاء في بيان ألقاه نائب الأمين العام للحكومة الانتقالية إنه كرئيس للوزراء سيعمل مع الرئيس المؤقت الذي عين حديثا ميشيل كافاندو، وسيعين حكومة من 25 عضوا خلال 72 ساعة تتولى الحكم حتى انتخابات عام 2015. وأضاف أن الحكومة ستتولى مهمة ضخمة تتمثل في وضع الأساس لعملية انتقال شامل، وستكون المهمة الأساسية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وإجراء إصلاحات مهمة. وكان زيدا قد أعلن نفسه رئيسا للدولة بداية الشهر الجاري بعد احتجاجات حاشدة أطاحت بالرئيس بليس كومباوري الذي فر من البلاد. وأعطى الاتحاد الأفريقي زيدا 2 أسبوع مهلة لإعادة الحكم المدني أو مواجهة عقوبات اقتصادية. ولن يسمح لكافاندو ووزير خارجية سابق وسفير لدى الأمم المتحدة ولا لزيدا نائب رئيس الحرس الرئاسية بخوض الانتخابات الرئاسية في العام المقبل وفقا لشروط ميثاق انتقالية تم تبنيه في الأسبوع الماضي. ونصح دبلوماسيون غربيون بعدم تعيين زيدا على أمل أن يختار كافاندو شخصية مدنية لرئاسة الحكومة. وفي رد فعل فيما يبدو على هذه الانتقادات طلب زيدا تأييد الشركاء الدوليين دون شروط مسبقة أثناء الفترة الانتقالية. رحاب علاء، رويترز.